اللقاء الاسباني قال بانه يوسف المنصيري استفد من التجربه ديال كاس العالم. شفتوا ان المعلق الاسباني قال بان يوسف المنصيري استفد من المشاركه ديالو في كاس العالم لانه سجل اهداف كاس العالم ووصل لنصف النهايه من بعد ما كان فقط في اشبيليه كان فقط يجلس في الاحتياط في بعض المباريات ما كانش كيعتمد عليه المدرب، ولكن المشاركه ديالو في كاس العالم وتسجيله في مرمى البرتغال وكذلك في كندا والمستوى اللي ضربه يوسف المنصيري خلاه ياخذ الثقه في راسو وهذا الشيء اللي نفع اشبيليا. اذا نتمنى ان يوسف المنصيري يعطي هذه الثقه هذه تكون عنده في كاس افريقيا وينفعنا بالاهداف ديالو لان غادي نحتاجو حيت غادي يوصلوا كواري في الاقصائيات ديال كاس افريقيا اللي غتنظم في الكوت ديفوار ان شاء الله في هذا العام. اذا الاخوان بلا ما نطول عليكم ما تنساو ديروا لايك الفيديو والاشتراك في القناه والى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.